السلام عليكم. بالله انا وليد عبد الله، ولو نحب نبعث نداء استغاثه عاجل جدا بالنسبه للباسبور. انا عملت فيديو عندي عام ونص نطلب فيه باش يسوي لي وضعيه الباسبور. هذا من حقي، مش مزيه من عند حد ولا تونسي قبل برشا ناس اخرين. انا ابجل من كوليبالي ولا شكون اللي خذا جنسيته في 24 ساعه. انا عندي تو وفي بالو سفارتنا في الارجنتين، بعثت لهم الدوسي الوراق باش نعمل فيديو اخر بعد شوي نفسر لكم فيه اللي صار. خذا وبعثوا من نهار 22 ماي اوراقي وباسبوري وكل شيء على سيف شدريقي في تونس ارجون. التو زيد كلمتهم انا الجمعه هذه بسببها، معناتها زيد طلع لي انا عندي السكر وعندي ضعف في القلب، في عضله القلب، وتخرجت البارح من السبيطار، دخلت مرتين في غيبوبه الجمعه هذه. لا اله الا الله محمد رسول الله. والباسبور ما صار في شيء في تونس، قالوا لي تستنى 3 شهور اخرى. انا عندي 24 يوم نعيش في الشارع، هذه داري، هنا نعيش، هنا نبات، وانا مريض، انا ما طالب حد شيء، طالب باسبوري، بحاجتي بفلوس شيء، هذايا يعني هنا نبات، هذايا فرشي تو، خسرت الابارتمون، نعيش لهنا، كنت كاري لهنا. خسرت الابارتمون وخسرت خدمتي، انا ما نجمش نخدم. الطبيب قال لي ما تنجمش تعمل حتى يفور، ويعلم ربي كيفاش الوجاعه اللي نحس فيها. ماتت امي وماتت بابا في العام ونص، وانا دخلت 3 مرات للكلينيك، وصلت قرابة 3 مرات غيبوبه في الشهر هذا من السكر، وفات فلوسي كله، فات حتى اللي كنت انا باش نسافر بهم وعندي مصروفي وفات كل شيء. معناتها تعملوا زي اتصلوا لي، وبعد باش نعمل فيديو اخر باش نوريكم الوثائق وكل شيء اللي صاير معايا يعني. وهذا متعرض لاي انسان، على غالب نعيشوا في بلاد اللي هي لا تحترم التونسي الداخل لا البرا، وقانون بلادنا راهو في ضدنا مش صالحنا. اذا كان انا باسبوري وحقي يصير فيا هكا، عندي 4 سنين متشرد و24 يوم انا عايش نبيت في الشارع، ويعلم ربي يزيدني دويات. انا حتى دوايتي وفيو، ها دواء السكر ودواء القلب هكا بالربع، عايش كيما هكا. هذيك هي التونسي مهان الداخل والبرا. وهذا نداء استغاثة بالله، عجلوا لي ولا اللي بيحب يعاوني باش نسوي موضوع الباسبور مرحبا به. وتو عملت صفحة نتاع فيسبوك جديدة باسمي، والسلام.